حمد الله وبركاته. بعض أخوان الديانات الثانية، إحنا ما نطرق للديانات وهذا ليس موضوعي، ولكن للتوضيح، ميليشيا أفريقيا في أفريقيا الوسطى تهجم على جميع المسلمين. اسم الميليشيا أنتي بالاكا. أنتي بالاكا متشددين مسيحيين، تشدد عندهم، ويمشون بصواطيرهم وأسلحتهم وسكاكينهم ونوع وشي. شوف الكلام اللي قاعد يقولونه، قاعد يسألونا ربعة ايش تبين نسوي بالمسلمين. قال جميع المسلمين اقتلوهم لأن وحرقوهم، وأكل لحمهم حلال، المسلم أكل حلال. شوف شلون يفتي. والشيء الثاني قالوا زين والحوامل، والحوامل اقتلوهم. حتى قال زين والطفل اذا كان عمره سنتين، قال حتى لو عمره شهر اذبحوهم واقتلوهم، امحوهم عن الاسلام جميعا، ما نبي اي مسلم في بلادنا. ماكو لا اعلام ينتشر، لا احد يوضح لنا، ما في استنكار التنديد. نرجو الحكومات انظروا يبا ذبحوا المسلمين.